وحدة صناعية جديدة لمعالجة السمك ترى النور بمدينة جرادة. هذه الوحدة ساهمت في إخراجها إلى حيز الوجود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى جانب أطراف أخرى. إحداثها يأتي تكريسا لرغبة عدد من المتدخلين في خلق أجواء مشجعة للاستثمار. وبالمناسبة تم التوقيع على ميثاق اجتماعي خاص بهذه الوحدة هدفه ضمان حقوق العاملات وحقوق صاحب الوحدة وتوفير مناخ قار للأعمال بين جميع الأطراف، مما سيشجع على جلب استثمارات أخرى للإقليم. هذا المشروع كيسمح خلق واحد عدد كبير ديال فرص الشغل، مئات ديال فرص الشغل في واحد المنطقة اللي هي محتاجة بهذا، وهذا كيترجم يعني الفلسفة وكيترجم الروح ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في مرحلتها الثالثة كما بغاها سيدنا صاحب جلالة نصره الله، اللي هو أولا وقبل كل شيء هي مبادرة لصالح المواطنين، لصالح الشبان، لصالح الفئات الهشة. مشروع كبير ديال تنقية السمك كروفيت أو القمرون. هاد المشروع هذا اللي اليوم كيشغل 800 واحد، سبق ان الجهة ساهمت في البناء والتمويل ديال هاد وتشجيع خلق مناصب ديال الشغل اللي كانت في المعمل الاول، واليوم هذا الشطر الثاني، معمل ثاني تقريبا بما مجموعه واحد 2000 منصب شغل اللي اليوم كيستافدوا منها ولاد جرادة. هاد الشركة جات في واحد المرحلة اللي كتعرف واحد انتعاش اقتصادي بالمنطقة الشرقية ككل وبجرادة بصفة خاصة. الحمد لله بالنسبة للمنطقة الشرقية عندنا عدة وحدات، عندنا في العيون، عندنا في التوريد، عندنا مشروع اللي اون كور دو كونستركسيون ان شاء الله في قرسيف. وفي إطار سلسلة المشاريع التنموية التي يشهدها إقليم جرادة، تم افتتاح مركب سوسيورياضي للقرب يضم عددا من المرافق الضرورية. المركب السوسيورياضي بإقليم جرادة تم إنجازه في إطار برنامج مراكز الجامعات في جهة الشرق. الأهداف ديالو تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة وتعزيز التجهيزات الاجتماعية وتقوية البنية التحتية الرياضية. هذا الملعب هذا غيكون النواة كمشتل لجميع الجمعيات المجتمع المدني بطبيعة الحال اللي كتدير تنشيط داخل إقليم جرادة، زيادة على الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية، الجامعات المغربية الملكية. 3 ملاعب لكرة القدم وفضاءات أخرى صحية وحيوية تساهم في تعزيز البنية التحتية الرياضية بالمدينة، إلى جانب مشاريع تنموية غايتها خلق العديد من فرص الشغل القارة لفائدة شباب الإقليم.